أهلا بحضراتكم مرة تانية. في وسط الأجواء الرمضانية بنحتفل النهاردة بيوم التراث العالمي اللي كمان بيتصادف مع أعياد السعف وشم النسيم في مزيج فريد ما تشوفوش غير في مصر عن تفرد مصر وتراثنا. معانا الأستاذ مجدي شاكر كبير أثريين بوزارة السياحة والآثار. صباح الخير يا أستاذ مجدي. أقول لحضرتك بقى صباح اللوتس والياسمين عشان الياسمين مرتبط طبعا بشم النسيم. صباح اللوتس والياسمين. صباح الخير على الأستاذ محمد والأستاذ جمان. صباح الخير يا فندم. وكل سنة وحضراتنا طيبين لأن حضراتنا تشمل مصريين مسيحيين ومسلمين واحنا بقالنا كام سنه كده اعيادنا بتيجي متوافقه فده يعني مهم جدا. والعيد اللي هنتكلم عليه النهارده سواء التراث او عيد شم النسيم هو عيد وحده وطنيه صرف يعني احنا بنتكلم عن شيء مهم جدا سواء التراث او عيد شم النسيم فيا رب تديم هذه النعمه وهذه المحبه على هذا الوطن. يا رب. نبدا بيوم التراث العالمي اهميه الاحتفال بهذا اليوم وازاي احنا في مصر بنحتفل بيه. هي بس في ناس واخده فكره عن التراث ان هو مجرد الاثار بقول لهم لا والله التراث هو جاي من الارث او من الميراث يعني احنا حتى في ريفنا وفي الصعيد يقول لك انا ابن حسب ونسب يعني دايما بنفتخر ده تراث فكل ما نملكه تراث يعني استاذ جمانة كانت معجبه جدا ببوجي وطمطم اللي صحت ربنا طب ده تراث بقى تراث المبنى دي في حد ذاته بقى ايه بقى تراث وبالتالي كلمه تراث مش بتشمل فقط الاثار اللي في داخل المتاحف او المعابد والمقابر لا بنقول كل ما نملكه يعني مر عليه فتره من الزمن وهو تراث قد ايه تقريبا قد ايه عشان يصنف انه تراث تراث مثلا استاذ محمد في فرق بين التراثين في تراث مادي اللي حضرتك بتشوفه الاثار في تراث معنوي يعني الفلكلور مثلا القصص اللي احنا بنشوفها ابو زيد الهلالي بوجي وطمطم زي ما شفنا الاشياء دي حتى لما عملنا قناه هنا اسمها قناه مزبيرو زمان اعتقد ان حققت نسبه مشاهده عاليه جدا رغم ان بيقدمش جديد بتقدم ايه بتقدم تراث وبالتالي دايما الانسان بيميل شويه للحنين الماضي السبحه بتاعه باباك اللي هي موجوده مثلا لو حاجه من ريحه مامتك مثلا والشكمجيه مثلا اللي كانت بتحط فيها مجوهراتها كل دي بمعنى تراث لكن مصر طبعا معروفه يا استاذ جمانة ان هي اقدم بلد في الدنيا عندها تراث واقوى تراث واهم تراث يمكن حضرتك شفتي اول امبارح كان السيد رئيس الوزراء بيزور متحف المصري واعتقد دي كانت لفته مهمه جدا يعني بيتابع الاجراءات وكمان اجمل حاجه فيه ما كانش بيزور المتحف فقط زار محيط المتحف وطالب ان الالوان البيوت تبقى متوافقه المواصلات تبقى سهله مترو الانفاق الخط الرابع يعني مش مجرد بنجهز الاثر لا ده احنا بنجهز الاثر وبنجهز البيئه المحيطه فاعتقد ان كلمه تراث مهمه جدا واحنا كنا من ضمن 189 دوله دخلنا في موضوع الايه اليونسكو لان عارف بعد الحرب العالميه الثانيه كان حصل تدمير كامل للتراث في بلاد كامله يمكن من اهمها متحف برلين مثلا اللقطه دي مهمه جدا ويمكن كان ربنا انقذ المتحف التمثال الوحيد ودي كانت ظاهره غبيه جدا يعني متحف برلين اتدمر كله ما عدا تمثال جدنا امن حطب وفي كات شحاني لقطه كانت فريده حتى الان يعني الناس بتستغرب حتى الان فمعروف ان تراثنا تراث مهم جدا فكانت مصر من اول الدول اللي بدات في موضوع اليونسكو وبدات موضوع التراث والموضوع ده بدا من سنه 1972 وبدانا مستمرين في هذا المجال واعتقد ان في الكام سنه اللي فاتوا استاذ جمانة انت ملاحظه ان مصر دي عندها اهتمام غير عادي بالتراث وليس التراث مصر القديم ولكن مصر من اغنى الدول في العالم بالتراث وعندنا كمان يعني عندنا حضارات مختلفه عندنا كل شبر فعلا يعني الناس تقول لي احنا طلعنا قد ايه اقول لهم احنا لسه ما طلعناش والله 30% من اثارنا او من التراث كل شبر كل محافظه فيها كل قريه والله دايما عندي حلم ان انا اعمل متحف في كل قريه لانه كل قريه فيها تراث فيها اثار مش مهم يكون اثار مر عليها الاف السنوات لكن فيها تراث واثار صحيح وده بياخدنا لنقطه مهمه جدا يا فندم ان احنا اكيد في دور الدوله المصريه ان هي تقدر تحافظ على هذا التراث دور الدولة عشان تحافظ على هذا التراث ايه؟ الدولة في السنوات السابقة كام سنة يعني ليس والله رياء وانفاقا المجال ده خلاص انا بقالي 34 سنة وخلاص فاضل سنتين وننهي حياتنا الوظيفية فيه لكن اللي فات اللي حصل كام سنة اللي فاتوا انجاز غير عادي. انا بفكر حضرتك استاذ محمد سنة 2019 في يوم واحد فتحنا ثلاث متاحف كان كفر الشيخ وشرم الشيخ ومتحف المركبات الملكية ايه دي؟ بلد تفتح في يوم واحد ثلاث متاحف رجل ايه يعني؟ ايه يعني متحف؟ بقول لحضرتك عشان تنشئ متحف مش مبنى عادي يا فندم مش عماره بل مبنى له مواصفات خاصه في كل شيء لان انت بتتحف يعني متحف بيضم كنوز وبالتالي لما بتامنه مهم جدا فان احنا نفتح ثلاث متاحف في يوم واحد طبعا كانت تكلفه كبيره جدا وكانت رساله لقوه مصر الناعمه اللي غصب عن عين اي حد بتغزو كل مكان في الدنيا ولو حضرتك رحت اي متحف في الدنيا تجد ان السكشن المصري او القسم المصري يظل الابرز والاهم والاكثر ابهارا اللوفر بكل جماله وعظمته القسم المصري الاهم قدامه مسله الكونكورد نروح باريس نلاقي مسله مهمه جدا نروح عندنا امريكا المسله نروح كمان الفاتيكان المسله ففي كل مكان هتلاقي الاثار المصريه او التراث المصري محقق نمبر 1 واهم شيء في الاثار كلها
طيب عشان كده احنا ازاي في مصر بنحتفل بهذا اليوم؟ بنعمل ايه؟ ايه مظهر الاحتفال؟ اولا بيبقى في نوع طبعا بيبقى في داخل كل المتاحف في كل الاماكن بيبقى في استعراض او بنعمل دعوات للناس محاضرات نعرفهم اهميه التراث واهميه المحافظه على التراث، لان انت حضرتك اثرت نقطه مهمه جدا يا استاذ محمد، هي ان احنا عندنا للاسف شعب يعني اهتمامه بفكره التراث دي رغم ان احنا ادم امه، ولكن احنا كان في السنوات اللي فاتت للاسف ما كانش عندنا الحته دي، لكن الدوله بدات ويمكن لاحظنا كلنا في نقل مملكه المومياوات الملكيه لما كلنا بدانا نسمع اسود ازيس وحضرتك فنان ويعني بتحب الحاجات دي، احنا كلنا بنردد هذه الاغنيه حتى رغم ان احنا ما نعرفش هي بتقول ايه، صح، ولكن ده ادانا نوع من الهويه، بدانا نستعيد جزء من الهويه، ففي اليوم ده بنكلم الناس عن الهويه المصريه وعن تراثنا المصري واهميه المحافظه عليه وان العائد اللي هيجي منه اذا انت حافظت عليه، فاعتقد ان هذا اليوم فرصه ان الدوله ان هي بتتعرف سواء عن طريق البرامج او بعض الافلام البسيطه او بعض المحاضرات في داخل المتاحف نتعرفهم تاريخ بلدهم واهميه هذا التاريخ وعمقه واهميته وان انت لازم تحافظ عليه لان الاثر ده ليس ملكك ولكن هو ملك كل البشريه فيجب ان احنا نحافظ على هذا الاثر. طيب يمكن حضرتك كمان يا فندم الحقيقه مصر كلها وطبعا خاصه اخواتنا المسيحيين بيحتفلوا باحد الصحف دلوقتي طبعا. وشايفين الاحتفالات شايفين مظاهر الاحتفالات في كل حته في مصر، خلينا نعرف من حضرتك ونعرف الساده المشاهدين رمزيه الصحف بالنسبه لنا وكلمنا كمان عن يعني احنا دايما بنحب نحتفل بكل ما له علاقه بجذورنا المصريه. ازاي جوانا احنا دلوقتي ماشيين في فكره الاقتصاد الاخضر والكلمه دي بدات احنا يعني من زي كلمه التنميه المستدامه، احنا من كام سنه ما كناش نسمع عليها تنميه مستدامه، برضه الاقتصاد الاخضر ده تعبير بدا يدرج في يعني في الاكسبريشنز معانا من فتره كده، فتعرفيش ان جدي كان اول من بدا فكره دي وبدا بفكره الاهتمام بالاقتصاد الاخضر، ويكفي ان كل الاعمده بتاعته يعني لما تخش داخل معبد تبص ارجوك يبص على المعبد بص على العمود ما تبصش تحت بص فوق نسميه كده عمود واخد شهر زهره لوتس او زهره البرتس، ومن ضمن الاعمده كان بياخد ايه النخيلي العمود شاخد شكل النخل، فالنخله في مصر كانت مهمه جدا ومقدسه جدا، وفكره ان احنا نروح المقابر حتى الان بان احنا نروح ناخد السعف النخيل والله دي فكره مصريه قديمه، وحضرتك روحي عند المقابر هتلاقي المناظر دي متصوره، وبالتالي اهتمام فكره في سعف النخيل والنخله كمان ده اين دخل المقابر كانت من اهم القرابين التي تقدم في مصر القديمه البلح والتمر وكانوا يجففوه فكره التجفيف، واحنا دلوقتي بناكل الخشاف ومجفف، بقول لكم ده تراث مهم يعني كل ما نملكه احنا عمالين نتكلم عن فانوس رمضان ومش عارف ايه مدفع ما كل ده تراث يا فندم، ويعتبر مصر هي منشئه هذا التراث، هاتي لي بلد كان عندها مدفع رمضان كان هنا، هاتي لي بلد عندها فانوس رمضان كان هنا، حتى اغاني رمضان كانت هنا وانتقلت كل وانتقلت العالم كل العالم كله، وبالتالي فكره ان حد الزعف او النخيل المصري القديم كان بيقدس النخله لان هي الشجره الوحيده التي لا يرمى فيها شيء، ويمكن لو الاستاذ محمد الريفي وعارف ان احنا في ريفنا بناكل يعني الاجزاء بتاعتها بناخد كمان الساق بتاعتها بنحطها سقوف كنا بنسقف بقى البيوت الريفيه الجريد طبعا بيطلع منه حاجات كتير جدا، فمفيش حاجه في النخله بيقولوا كلها فائده، حتى كان ياخدوا اللوف بتاعه ويستعملوه في الاستحمام واتضح ان هو افضل من يعني صحيا، ويمكن لما تروح حضرتك امراه وعارفه كلمه فكره الحمام المغربي وكده هتلاقيه بيستعملوا اللوف بتاع اللي هو لفكره النخله دي، فالنخله هي من اهم الابهار وبالتالي يعني هي توجد في الثقافه المسيحيه ده شيء ليس غريبا لان معروف ان الثقافه المسيحيه خدت الالحان خدت الكلمات حتى الكتابه القبطيه خدت مجموعه كبيره جدا من الحروف حوالي 7 حروف من الكتابه المصريه القديمه، وبالتالي حد الزعف هو امتداد للجينات المصريه والهويه المصريه. طيب نتكلم بقى عن شم النسيم وارتباطه بعيد القيامه والطقوس والعادات بتاعتنا. يعني شم النسيم هو عيد مصر الهوي الهويه، يعني هو عيد من اقدم الاعياد في العالم، جدك كان فرفوش قوي بيحب الضحك وكان عنده عاد لدرجه حصره اكثر من 168 عيد. في مصر القديمه تخيل حضرتك ليس كلها اعياد دينيه ولكن بعضها اعياد دينيه، ولكن عيد شم النسيم بيسموه عيد الحياه بيحتفل بعيد الحياه، فاحنا بنتكلم عن اقدم عيد ورغم ان مصر غزاها يمكن اكثر من 70 غزو وتغيرت عليها الاديان وتغيرت عليها الحضارات، ولكن يظل عيد شم النسيم هو عيد مصري صرف، حتى لما جو في الغرب يعملوه يقلدوه قالوا ايه عيد الاستر عيد الشرق لانه نشا من هنا او بدا من هنا، وكل مظاهره وهو العيد اجمل حاجه فيه زمان ان هو الاكله بتاعته موجوده على سفره الغني اللي هو عنده مليار جنيه وسفره تبليط الراجل اللي عنده 3-4 جنيه صح. في نفس اليوم بناكل نفس الاكلات بنفس الشكل، فهو عيد لم تتغير. ما كنتش هنقدر ناكلها في رمضان صاحبه في رمضان يعني بنعملها تخيليني في العيد اول حاجه السنه اللي فاتت في العيد بناكلها يعني في العيد يعني ما تقدر تاكلها في رمضان لا عملناها السنه اللي فاتت في المجد في رمضان ممكن ايه المشكله يعني ممكن طيب يعني مش عارفه بالنسبه لي صعبه جربي بس هي طقوس لم تختلف، هو العيد جماله ان احنا
لم تقم من 5000 سنة. هو بدأ من حوالي 2700 سنة قبل الميلاد، يعني حوالي 4700 سنة. لم تتغير عاداته ولا تقاليد ولا شكله. لذلك أتمنى نستثمر هذا العيد يا أستاذ محمد، نفسي نحول هذا العيد لعيد عالمي، نحول لأنه هو الغرض من عيد شم النسيم والاحتفال بالطبيعة بالبيئة. إحنا حضرتك كنت بتتكلم عن إنا والقمح في قبل الفاصل. هو ده عيد، لأن عيد القمح حضرتك روح الريف دلوقتي كله بدأ يحصد القمح، فهو عندما ينتج القمح، لأن الأكل الخبز العيش يا فندم المصري الوحيد الذي يسمى الغيف بتاعنا عيش. حتى ما بخرج الصبح كده بقول له رايح اكل ايه؟ رايح اكل عيش. وهقطع ايه؟ هقطع عيشك. فالخبز كان في مصر من اهم القرابين، الخبز والماء اهم القرابين في مصر القديم. وبالتالي ارتباط العيد ده بعيد خروج القمح وحصاد القمح، وان الربيع والحياه بتختلف كمان ما بين الظلام والنور، ما بين الجو بيبقى برد جدا ويتحول لجو كويس، فالمصري بيحتفل بهذا العيد. لذلك اتمنى احول العيد زي ما هو عيد للطبيعه والبيئه، نحوله لكرنفال عالمي وسميه عيد الزواج طيب العالمي. طيب ليه مرتبط يا فندم بعيد القيامه؟ هو ما كانش مرتبط، هو المفروض شم النسيم بتاعنا في مصر القديمه كان بيجي في شهر مارس، وكان بيجي في يوم الذي يتساوى فيه الليل مع النهار. ولكن لما كان بيحصل هو يعني حصل مفارقة غريب، ان هو لما دخل الديانة المسيحية لقت ان هو بيرتبط بفصل او موجود في نص الصوم اللي هو 55 يوم فأجلوا. لذلك حضرتك تجد ان هو التالي مباشرة لعيد القيامة، يعني الحد عيد القيامة عيد عيد شم النسيم، انما هو المفروض كان في اليوم الذي يتساوى فيه نهار، وفي هذا اليوم بتحصل فيه ظاهرة. احنا كلنا بنتكلم عن تعامد الشمس ابو سمك. اتمنى حضرتك روحي في 21 مارس الساعة 6 عند الهرم الاكبر، تجدي بالظبط وظاهرة، يعني مش انا كنت عليها، كان في احد واحد اسمه بوشان ده راجل كان فرنساوي 1934 جيب طيارته وعمل هذه الصور اللي هي في اشعه باوكه البنفسجيه، لان الهرم في هذا اليوم الشمس الساعه 6 بتقف عليه وانها يعني بتحتضنه، ولان الهرم مقسم الى 8 اقسام، يعني كل جمع احنا بنشوفه 4 في الوقت ده بنشوفه 8 اقسام، وبالتالي ظاهره تعامد الشمس على الهرم اتمنى ظاهره جديده نروج لها خلال السنوات الايه؟ السنوات القادمه، انما هو كان قبل كده بشويه، لان معروف ان في مارس كل شيء بيتفتح، خلاص القمح بيبدا يعني من 21 مارس بالظبط القمح بيبدا، القمح والشعير والزهور الدنيا زي ما بيقولوا بتتغير، انما ارتباطه بعيد القيامه لانه يعني عارف حضرتك ان المسيحيين اخواننا ما بيردوش طبعا ما يقدروش ياكلوا حاجه اللي هو بيض ولا ياكلوا سمك كبير. فهو روح لهذا الاساس. طيب عظيم، لكن طقوسه وعاداته ثابته من زمان، بالنسبه لاكله بالنسبه للبيض اللي بنلونه بالنسبه لكل حاجه ثابته. انا بس عايز يعني ارجع لان هو كان بتحصل حاجه فريده جدا في هذا اليوم. في هذا اليوم بالليل يعني كلهم بيروحوا ناحيه الهرم ناحيه الجزء الشمالي وبيشوفوا الظاهره الغريبه جدا اللي هي بتاع الشمس. الشمس على حضرتك هي من اهم ركائز الحضاره المصريه. لكن اجمل حاجه في هذا اليوم ان المراه، وبدعو كل مراه تفعل هذا الموضوع، تبدا تعمل عقد من اللوتس والياسمين. وكلمه الياسمين يعني بقول لكل بنت اسمها ياسمين ده اسم مصر صرف، لان كانوا بيسموا الياسمين في مصر القديمه ياسمون، ثم تحول لجاسمين ثم بقى ياسمين. فهو في الليله دي كانت بتبدا تعمل عقد من زهور الياسمين واللوتس تقدمه لزوجها في الصبح. وكان هناك طقوس مهمه جدا، واتمنى ان العيد بتاعهم كان المصالحه، ما دام الارض بتصالح بتطلع لنا خير، كل واحد يصالح مين؟ يصالح اخوه، يصالح اللي هو زعلان منه، ففرصه لفكره المصالحه. يجوا الصبح لازم بقى قبل الساعه 6 قبل شروق الشمس نعمل مجموعه من الاشياء. اولا كان يجيبوا البيض، مش معنى البيض، مش معنى المقدسات الاربعه، كل حاجه عملها جدك المصري القديمه كان لها رمزين. البيض هو رمز المعبود بتاح، وكان يصور بتاح اله الخلق. مين بتاح ده؟ شوف جائزه الاوسكار، هو بتاح نفس الشكل، نفس لما جم ياخدوا معاه جائزه الاوسكار خدوا المعبود بتاعه، فهو كان رمز الخلق، فكانوا يصوروه ان هو على هيئه طفل خارج من البيضه. وليه البيضه؟ لان الكتكوت وبخرج من الجماد فهي ارتباطها زوج. بس كان بيعملوا فيها حاجه كويسه جدا، كان يكتبوا عليها امنياتهم، وارجو ان احنا نعلم اولادنا اكتب عليها امنيه ويحطوها في سله ويحطوها في الشجر. ليه؟ الشمس لما تيجي على هذه الامنيات ان شاء الله تتحقق هذه الامنيات، حتى لو كانت فكره يعني يعني قصه او اسطوره بالظبط. ويمكن بعد كده جت فكره التلوين بتاعتها. تاني حاجه ان كان لازم يعني البصل يحطوه حوالين البيت، وكانوا ممكن كمان يحطوه تحت السرير. وفكره ارتباط البصل، البصل دي من اهم يعني في مصر القديمه، وهو جات ارتباطه ان هو ايه؟ الحياه. حتى الان لما واحد بيغمى عليه بنقول له ايه؟ شمموا بصل. بالظبط. فهي الفكره دي هو برضه جدك اعتبره ان هو باعث للحياه. وكانوا بيعملوا في اليوم ده حاجه اللي هي الكحل، واحنا ما زال اخواننا المسيحيين يوم السبت اللي هو سبت النور، فهو كان يجيب عصير البصل، وارجو يعني خبراء التجميل يقولوا لنا الموضوع، وحاجه اسمها الانتمونيا حاجه سمراء كده ويحطوها. ليه؟ قلب يحمي العين طول السنه من المرض اللي هو الصديدي او الرمض الصديدي. اتمنى نجرب او نشوف الموضوع ده، وافتكر لغايه الاربعينات والخمسينات والله يفرفنا كان يحدث هذا الشيء.
فبالتالي البيض رمز مهم جدا في مصر القديمه وامنياتهم كمان ايه. لكن فكره السمك المملح اللي هو الحاجه الثالثه ده مصر كان بيعشقه، لان عارف حضرتك بعض الفيضان اعتقد كان كمان عثروا عليه في بعض المقابر. طبعا وبرديات وعندنا مناظر ان هو تحنيطه لانه كان بيحنطوه لانه كان يربز المعبود اوزير، وبالتالي مهم جدا. فكانوا السمك المملح كان بيطلعوا كميات كبيره من الايه بعض الفيضان، فبيوديه فين؟ ما كانش عنده فريجيدير او ثلاجه او كده، فكان بيقوم بفكر، فهو رمز دينيه ورمز اقتصاديه، يعني بيستغلوا ناحيه اقتصاديه ان هو بيبدأ عمليه تمليح. فكان مهم جدا فكره السمك ان هو بيملحه. وهيرودوت لما جه مصر في القرن الخامس الميلاد قال انهم ياكلون الاسماك في اعياده، يعني الراجل ايه اقر بهذا الموضوع. طب احنا كلنا سمك وكلنا بصل، المعده خلاص هتبوظ، نعمل ايه بقى؟ نيجي للحاجه الثالثه الرابعه بقى او الرابعه الخص. احنا البيض الخص، لان الخص عندهم له مفعول السحر، وارتبط بمعبود اسمه المعبود مين، وهو اله الخصوبه في مصر القديمه. واتمنى حضرتك لو رحت زرت معبد الاقصر في قدس الاقداس تجد المنظر المشهور للمعبود امام مين وجنبه الخص، بس مش الخص القاهري، في خص في الصعيد بيبقى طويل شويه الحجم بتاعه. واشمعنى الخص؟ قال لي ارتبط بالخصوبه، واتمنى برضو ان احنا نعمل الكيميائيين يعملوا دراسه عليه، وقال ان هو في فيتامين ها او هي اتش ده بيدي خصوبه للراجل كبيره جدا، وكان معروف المعبود امام مين ده كان رمزا للخصوبه. فالخص اولا كمان طبيا قال ان هو اولا بيقضي على الغازات وبيعمل ايه يعني العسر الهضمي اللي بيسببه السمك المملح، هو هيدي له عمليه راحه، وبالتالي احنا كلنا اكلات متوافقه ومتوازنه وعملت. لذلك الغرب حتى يستغرب ازاي الناس تاكل سمك مع بيض مع صحيح مع كده، لكن ما يعلموش ان الخص اللي بناكله بيدي عمليه راحه. لكن في حاجه مرتبطه كمان اللي هي الملانه اللي هو الحمص الاخضر، ودي مهم جدا احنا للاسف فقدناه، وفوائده الطبيه والله يا استاذ جمانة مذهله لو جربناه. اشمعنى نختار قال انه هذا الملانه قالوا ان هي بتيجي في فصل الربيع بتسمع لها صوت، لانها لما بتمتلئ بيسموها كده الملانه، لما الثمره تنضج فتخبط في بعضها فتصدر صوت فيعرفوا ان هي نضجت، وبالتالي يبداوا يجنوها. وكان لما تشوف حضرتك البوز بتاعها وشكلها تشبه المعبود حورس اللي هو من اهم المعبودات في مصر القديمه. وبالتالي الاربع اكلات هي اكلات مهمه جدا جدا ولها رموز دينيه ولها رموز بالنسبه لايه للحياه. فارجو ان احنا نستغل هذا اليوم سواء كظهور اللي هو الياسمين واللوتس، اتمنى نرجع تاني البيض السمك الخص الملانه، وكلها رموز مهمه في الحضاره المصريه. طبعا يعني احنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر الاستاذ مجدي شاكر كبير اثريين بوزاره السياحه والاثار، ودايما ضيف عزيز علينا في صباح الخير يا مصر، وكل سنه وحضرتك طيب. كل سنه ومصر طيبه وتحت مصر. شرفتنا يا فندم، حضرتك طيب وبخير.